ديشامب طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي بعد الخروج المبكر جدا جدا لأحد المنتخبات، يعني بطل العالم وأحد المنتخبات اللي كانت مرشحة بقوة للحصول على هذه البطولة، ديشامب ومستقبل غامض الحقيقة. يمكن الأسبوع ده هيكون في لقاء ما بين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوجارت وديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، هنعرف يعني هيبقى مستقبل ايه ديشامب مع المنتخب الفرنسي. الوضع لسه غامض، مصير المدرب لسه ما تحددش، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن هو المنتخب الفرنسي كان المرشح الاول والاقوى للفوز في هذه البطولة، لكن ودع طبعا البطولة مبكرا.